احكي لنا موقف عن صاحبك الجدع، ده سؤال حلقتنا. خلينا نروح للميا ونتعرف منها على صحابها الجدعان ومواقف صحابها سندوها فيها. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل. من كام يوم كده قلت ان انت ما عندكيش اصدقاء من المدرسه، ما كانش عندك اصدقاء من المدرسه ومحدش كمل معاكي، فمش عارف اسالك دلوقتي هل عندك صحاب جدعان ولا لا؟ مش عارف. عندي خالي طول الوقت عظيم. جدع معايا، يعني هو يعني يمكن اول عين هو شافها في الاطفال في العيله كانت انا. فهو طول الوقت يعني البكريه بقى في العيله. فهو طول الوقت متولي مسؤوليتي، يعني عنده سنسور كده تحس ان هو بيشم ريحه اي حاجه بتحصل لي، فلاقيه بيكلمني على طول. وعامل كده على فكره مع ابني برضو ومامتي، يعني تحس ان هو ابونا. فطول الوقت هو سند لينا وظهر لينا، ومن غير حتى ما اكلمه الاقيه بيحس وبيكلمني يقول لي في ايه، اخبار الموضوع ده ايه، اخبار ابنك ايه كده. فهو طول الوقت انا في باله وهو في بالي طول الوقت. ربنا يديله الصحه والطول عمره ان شاء الله. امين يا رب.